ودرنا في المطعم اليوم تليتلي شلاضة ياورت وجبة كاملة. سنة العصفور جا هايل بزاف، هذا المطعم هايل بزاف وعجبني. ميم طول الحم نحب نفطر هنايا، باسكو هنايا الماكلة تاعهم بنينة. من داك يديروا لنا مقارن، من داك يديروا لنا سباغيتي، من داك يديروا لنا الماء والجمعة سباغيتي. يعتبر المطعم المدرسي من بين المرافق الضرورية الموازية للدراسة، لكن الأهم هو مكونات الوجبة. هل تحوي على كل العناصر الضرورية من بروتين، ألياف وخضر؟ بمعنى آخر، هل هذه الوجبة صحية؟ نقدم وجبات ساخنة ومتنوعة، فيكون فيها بروتين ويكون فيها الخضر، لازم نكثروا في الخضر والفواكه. كاين ديسير كل سمانه نبدلو، زعما الحد عندنا حبوب، بالاثنين عندنا عجائن نبدلو نوعو، بالخميس دائما نديرو طعام، اللحم دائما يكون، الدجاج يكون نوعو. انا نحرصوا دائما على النظافه، وعندنا وجبه شاهده دائما، كاين طبيبات الفيتيرينار تاعنا دائما تجي تفيريفي الوجبه الشاهده دائما، كل يوم لازم ندير وجده، تقعد 48 ساعات حتى 72 باش نحوها. كاين دائما كاين اجراءات نتبعوهم بيان سور، وكل شفري لازم كل شفري ما دايرين فريجيدار دائما فيريفيو. عندما يكون طفل بعيد عن المدرسه كذلك يفطر هنايا، والمطعم دائما مفتوح لكل الايام. غذاء صحي متنوع يقدم بشكل يومي حتما يستوجب توفير ميزانية خاصة، وهذا ما تسعى إليه البلديات بما أن مهمة التسيير توكل إليهم. عندنا 19 مدرسة، عندنا 7 مدارس فيها مطاعم مدرسية تقدم وجبة ساخنة. ميزانية المخصصة للأطعام يعني على مستوى 7 مطاعم بلدي الدار البيضاء حوالي 40 مليون دينار، يعني 4 ملاير سنتيم للإطعام لـ7 مطاعم. قطاع التربية يأخذ حصة الأسد من ميزانية بلدية الدار البيضاء. المطاعم المدرسية تفاديا للتذبذب في التموينات، مصالح بلدية الدار البيضاء تعقد طلبيات حسب الطلب لمدة 5 سنوات، يعني ضمان تموين 100%. توفير وجبة صحية وساخنة للتلميذ شعار دائما ما تغنت به الوصاية، فبعض البلديات تحقق الهدف وتجعل مصلحة التلميذ ضمن أولوياتها، وبعضها الآخر تضرب هذا الشعار عرض الحائط وتتنصل من مسؤولية تسيير الابتدائيات.